السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير وسرور المتابعين الغاليين. عندي اليوم عندنا تحديث أسعار وعروض الوعلان على بعض الموديلات وعلى بعض السيارات. على موديلات 2018. على موديلات 2018. نعم تذكر كلها ولا؟ قبل سوينا، تذكرون مشاهدين قبل سوينا عروض من رمضان وعقب رمضان على نفس الموديلات، كانت بدون رسوم إدارية. بس كانت على موديلات 2017 2016. مددنا العرض هذا، صارت على موديلات 2018. علما كان العرض ما شاء الله ناجح، وما شاء الله الشباب عندك ما قصر. حلو، طيب وش فيه عندكم؟ عندنا العروض حاليا الحين الرسوم الإدارية صفر، بدون رسوم إدارية على جميع موديلات 2018. دفعة أولى 5%، وعلى حسب، ممكن تكون بدون دفعة أولى على حسب بعض العملاء البنك، العملاء المحولة رواتبه على البنك تكون بدون رسوم إدارية. على جميع سيارات 2018. 2018 بتختلف من سيارة لسيارة، في بعض السيارات 2000 كمل. بعض السيارات موديلها 2000 تجي دفعة أولى 5%، وبعضها بدون دفعة أولى. بس بدون رسوم إدارية. كل السيارات بدون رسوم إدارية، صفر رسوم إدارية. عن طريق البنوك؟ عن طريق البنك الأهلي. نعم حاليا. بس البنك الأهلي. حاليا مع البنك الأهلي، وإن شاء الله راح يكون في عرض عن طريق البنك الراجحي برضه، بدون دفعة أولى بدون رسوم إدارية. بس مبدئيا حاليا بس البنك الأهلي. البنك الأهلي حاليا. حلو، وش بعد؟ على الأزيرة وعلى السوناتا وعلى الأكسنت. بالنسبة للأزيرة هذا بروشر حق الأزيرة، اللي هو قسطها 1724، هذه أقل فئة اللي هي الستاندرد تجي البيسك. قسطها 1724 ريال بدون دفعة. نشوف دفعة خيرة 30%، 30% والدفعة الأولى، والدفعة الأولى 5%. وممكن إذا كان العميل له رغبة يكون بدون دفعة أولى، يعطونه بدون دفعة أولى، بس تغير النسبة. هذا بالنسبة لنظام البنك الأهلي، تختلف الشروط على حسب العملاء، تختلف حسابات العملاء. طيب دقيقة، وهذه خلصنا من الأزيرة، وش بعد؟ عندنا الحين برضه السوناتا 2018، قسطها الشهري 1855. هذه أقل فئة؟ هذه أقل فئة، نعم. اللي هي اللي يسمونها ستاندر. سعرها هذه كاش كم هي؟ سعرها كاش 77,000. قسطها الشهري 1355. دفعة أخيرة 30%، ودفعة أولى 5%، وتختلف برضه. ممكن العميل إذا له رغبة، إذا كان راتبه محول بنفس البنك، ممكن يعطوني إياه بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية. الجميع بدون رسوم إدارية، سواء عميل محول أو غير محول، بس العميل المحول له خيار، إذا له رغبة يكون بدون دفعة أولى راح ياخذ بدون دفعة أولى على الأزيرة والسوناتا، ما عدا الإنترا والأكسنت. حلو، ورنا اللي بعد وش فيه بعد؟ عندنا هنا التوسان، قسطه الشهري 1319 ريال. اللي هو اقل فئه، هذا اللي هو 2018. هذا 2018. نعم الحين 18 و17 التوسام ما تغير شكله، و16 لا ما في اختلاف. لا بالنسبه للموديلات 17، سواء توسان او اكسنت او الانترا او اي سياره دخلت السعوديه، موديلات 2017 هيئه المواصفات المقيسه السعوديه الزمت جميع شركات السيارات ان يكون فيها نظام الثبات الالكتروني اللي يسمونه ESP، والحساس ضغط الكفرات، واثنين إرباق، وكشاف ضباب خلفي. هذا إلزامي بجميع موديلات 2017، سواء هونداي أو غير هونداي. حلو، طيب وهذا قلت لك كم قصده رجع بالله؟ 1319 ريال. هذا ستاندر. هذا ستاندر. هذا سعره كاش كم؟ هذا سعره كاش 75. الدفعة الأولى 5%، وعلى حسب برضه، نرجع نعيد نفس الكلام اللي قلنا قبل شوي، حسب رغبة العميل، إذا كان يبغى دفعة ولا بدون دفعة، عميل محول أو غير محول. حلو، واللي بعده؟ عندنا الأكسنت، قسطها الشهري 895 ريال بدون دفعة. 18 هذه؟ هذه 18، نعم، بدون رسوم إدارية. هذا سعرها الكاش 45. طب كسب 45، طيب هذه الدفعة الأولى الحين، هذه الأكسنت، الحين ما قالوا راح يتغير الأكسنت 18؟ المفروض انها تتغير، بس المعلومات اللي عندنا راح تكون بدايه 2018 ممكن تكون متاحه في السوق. يعني ممكن الدفعه الثانيه 2018، ممكن الدفعه الثانيه او الدفعه الاولى من 2019. لسه ما دشنوا السياره حتى الان، لا دشنت لا في السوق الكوري ولا السوق العالمي حتى الان. يعني ما نزل شيء؟ لا ما نزل شيء رسمي حتى الان. حلو، طيب. يعني كل الصور نشوفها هذه حقت معارض دوليه او وش بعد؟ عندنا اللي هو السنتفي، سعر قسطها الشهري 1566 ريال. هذا موديل؟ هذا 2018، سعرها الكاش 89,000. هذا هو يبدأ ب 89؟ يبدأ من 89,000، هذا اللي هو يجي 4 سرندل، فتحة بانوراما، جنود 18، مثبت سرعة، حساسات خلفية، ريموت كنترول، قزاز كهرب. قسطه ب 1500. قصده 1566 ريال بدون رسوم إدارية. وبرضه نرجع نعيد ونقول اللي هو على حسب رغبة العميل، بدفعة أو بدون دفعة، تخضع على أسعار التأجير وشروط البنك الأهلي. حلو، وش بعد؟ وعندنا اللي هو الجراند سنتفيه، قصده الشهري 1812 ريال. هذا أقل فئة فيهم اللي يجي دفعة بالجراند سنتفيه، هذا سعر الكاش 103,000، موديل 2018.
ستة سرندل دفع ثنائي فتحة بانوراما جنط 18 برضو على حسب الشروط يعني دفعة أولى 5% بدون رسوم إدارية. وسعره هذا يبدأ بكم؟ هذا يبدأ 103,000. 103,000 نعم. 2018 2018 دفع ثنائي ستة سرندل. وعندنا اللي هو خذ هذا السيارات اللي حاليا عليها العرض. والانترا هذه نرجع للانترا قسطها الشهري 1083 ريال. 1083 ها؟ 1083 ريال. هذا 1.6 المحرك حقه. 1600. 1600 نعم. وال 2000 طيب؟ ال 2000 لحظة. هذه الحين 18 هذه؟ 18 مدة 18 نعم. السيارة هذه. الانتر هذه؟ هذا السعر النقدي حقها 57,500. تبدأ. تبدأ من 2018 وعلما 57. في برضو إذا كان 2017 أقل ونفس المواصفات. وكم سعرها يمكن؟ سعرها 50 2000 حجم الماكينة 2000 كم تبدأ؟ 59,500 فرق 2000 ريال بين 1600 وال وبشكل عام عشان يفهمون المتابعين بشكل عام جميع موديلات 2018 عليها اللي هو العرض الحين بدون رسوم إدارية. بدون رسوم إدارية نعم. ودفع أولى 5% أو بدون دفعة أولى صفر على حسب شروط البنك وعلى حسب العميل محول أو غير محول على حسب راتبه صح. وش بعد؟ بس هذا العرض الحالي موجود عندنا. والضمان 5 سنوات على جميع السيارات الموديل 2018 أو 100,000 كيلو بس. حلو حلو. وحاليا بس البنك اللي هو الأهلي واحتمال يصير لا ان شاء الله الراجح شغال الحين برضه اشتغل بس لسه ما نزلت البروشورات حقته ولا الراجح يشتغل برضه نفس الفكرة. الوضع يعني نفس الوضع الاهلي وبنك الراجح عندهم بدون دفعه اولى وبدون رسوم اداريه برضه تنطبق الشروط والمواصفات على برضه بين العملاء المحوله او غير محوله لازم تنطبق الشروط لازم تنطبق الشروط نعم. خلاص الله يعطيك العافيه يا مرحبا بك يا هلا وسهلا بالخدمه ابو بندر الارقام وهم حساباتهم كلهم تحت بالوصف في امان الله وبحفظك كريم.